وصد عن عمرته لما قصد. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، هذا أمر معروف باتفاق العلماء، هذا الذي نعرف، غير هذه الحجة لا نعرفها. طيب لماذا سميت بحجة الوداع؟ لأن هذه الحجة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها خذوا عني مناسككم، وكان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت بحجة الوداع كالمودع لهم، لأنه بعد الحج عليه الصلاة والسلام مرض ثم توفي. أما اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم فاعتمر أربع مرات، أربع مرات كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة، منها هذه العمرة التي تسمى بالحديبية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل فتح مكة وأرادوا الاعتمار، وصدهم أهل مكة، منعتهم الحمية، حمية الجاهلية والعصبية. سميت هذه العمرة عمرة الحديبية، سميت غزوة الحديبية. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه دخل مكة، ثم جاءت إشاعات بمقتل عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عليهم: من يبايع على الموت، يبايع على الموت يعني لا فرار. فبايع الصحابة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه عن عثمان، إذن بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة لعثمان رضي الله عنه، ولهذا سميت غزوة الحديبية. حصل ما حصل من التفاوض مع قريش، وكتبوا الشروط، وكان فيها قد يقول قائل أن فيها شيء على المسلمين. عمر رضي الله عنه غضب، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى من؟ لم يذهب لأحد، لأنه عرف فضل أبو بكر رضي الله عنه، فجاء إلى أبو بكر رضي الله عنه قال: إنه رسول الله فاستمسك بغرزه، الخطوة التي يضعها النبي صلى الله عليه وسلم ضع مثلها. ثم كان كل الخير في هذا الصلح للمسلمين. لماذا؟ هيئت أسباب الدعوة، وبدأ الناس يدخلوا في دين الله أفواجا، مفهوم؟ أي نعم.